أنا سعيد بيكم جدا جدا، وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين. معايا طبعا الممثلين النهاردة موجودين، معايا طاطا، إيه رأيك يا طاطا في السهرات الرمضانية؟ بالنبي مبسوطة جدا يا كرومبو، بالنبي بدو كدم عنده دان، غضبني يا أبي، يا ترى تعمل يا أوكا، يا بنت بنتي، قرار ولا شرار، رقم ولا رمضان، والله يا رأيك أنت يا رمبي. البيت عظيم، أنا مبسوط بيكو جدا جدا، بشكر الناس الجميلة بتسمعني دلوقتي، البيت عظيم يا أستاذ مصطفى، أنا سعيد جدا جدا والبيت عظيم، النهاردة يعني بالليف الجميل، إيه رأيك أنت يا عم بوحة؟ طبعا يا عم الحاج، والبوحة تشبح اللي بيتشبح، أنا منطقة الأجوبية عشان الناس الحلوة دي، من إمتى يا كنت بحلم وبحج النجوم؟ يعني ما تذبح انت ما نجحت يوم، وانا يا كنت يا كنت بحلم وبعد النجوم، يا كنت حتى لامك وانزل، ولا ايه رايك انت يا عم حناوي؟ طبعا ملتزم في متوتر، طب طالما انت ملتزم في متوتر، جيت ليه وشفت فرحك؟ مش خلاص؟ دوم تاكا تاكا دوم تاكا دوم تاكا تاكا دوم تاكا، دائما دائما ولن اتزحزح ولن اقول إيه ابدا ابدا. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي ابو كبير ميديا، معكم مصطفى عبد الله في لايف جديد، المفتش كرومبو يظهر في الصعيد، واللي هيحل اللغز ليه جايزه غير متوقعه. ازيك حبيبي يا استاذ مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نتعرف عليك، انا اسمي مؤمن ابراهيم من الاقصر، عندي 24 سنة، شرفنا بيك. انسان موهوب طبعا. ايه حكاية المفتش كرومبو بيظهر في شوارع الجنة؟ والله انا الحمد لله عندي موهبة، بقلد فنانين ومعلقين كمان. من كم سنة؟ ليا كده حوالي سنتين. ومعلقين كمان؟ ومعلقين كمان. ازاي؟ كابتن مدحت شلبي. ممكن نشوف كابتن مدحت شلبي؟ تمام. بيقول يا مساء الانوار، ادي بصيتك وادي طلتك، ادي انت كلك نورك ودلك، ادي انت كلك نورك ودلك، وحطها السعيد ابن السعيد، وهلا هلا هلا يا مساء الانوار. وتقلد مين تاني؟ ايمن الكاشف. ايمن الكاشف، ممكن نسمعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ايمن الكاشف معلق الدوري المصري، لكل قصة حكاية ولكل حكاية سيناريو وحوار، وحوارنا الليلة عن حلويات ولطايف واللطايف. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. حبايب قلبي، حبايب الكابتن مدحت شلبي وايمن الكاشف. مين تاني؟ عايزين نشوف كل المواهب اللي بتقدمها. تمام. المتابعين هم قلد لك القرموطي. ممكن. وستة طاطا. لا معلش يا ابو، احنا بنتكلم برضه قرموط، معلش. كل سنه وانتم طيبين، رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا، معلش يا ابو احنا بنتكلم برضه. ستة طاطا. النبي مبسوطة منك جدا يا أستاذ مصطفى، والنبي الحي مثل مثله أبيض، والميت مثل مثله أسود، والطايف مثل مثله أديداس، يا ابن بنت بنتي يا غالي. عايزين نشوف حاجة كده المفتش كروم، حاجة طويلة كده. ماشي، أنا في فكرة بصوت الفنانين. المفتش كرومبو بيقول النهارده انا واصدقائي الفنانين كنا موجودين في برنامج، وفجأة النور قطع، ولما قطع ورجع في مايك اختفى، ولما سألت سنة جميل
لا لا يمكن ابدا يا كرومبو، انا كنت موجودة وفجأة النور قطع وفي مايك اختفى، لا يمكن ابدا اخذ مايكات. لا يا كرومبو. ولما سألت فزع. ايه كمان الله يرضى عليك، انا والله العظيم مبسوط بيك جدا جدا وفرحان جدا جدا يا كبير الله يرضى عليك. ولما سألت ابو حفيظة اسعد الله مساءكم من جديد. وش كده مع اشراق الصباح جديد، احب اقول لكل الناس اسعد الله مساءكم من جديد. ولما سألت يونس شلبي انا مبسوط ليكو جدا جدا والله العظيم، انا فرحان جدا جدا. ولا ايه رايك انت عادل يا ادهم، انت رحت فين انت ولا جيت منين انت ولا عملت ايه؟ هنا مبسوط بيك جدا يا يونس يا شلبي. وانا مبسوط جدا جدا بيك يا معلم، انا عاوز حقي يا معلم. حقيقك هنا لما صباع رجلي بيوجعني ما بعجبوش بقطعه واعمله ميداليه ولا اي قطعه. انا عرفت مين اللي اخذ المايك، ولو كمان انت عرفته اتصلوا بيا على 0800 خيارتين حدايا. بتقلد مين تاني كمان؟ بقلد مطربين كمان. ممكن نسمع؟ ماشي. قلد لك احمد سعد. احمد سعد عليك عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفي غم الامن مخزون، وعليك كمان اسرار، عليك كلام يمشي الحزن وابقى تمام، يطمن قلبي رجع خام، واكون انا وانت كانوا اطفال. مين تاني من المطربين؟ محمد فؤاد. كل واحد مننا له ماضي بذكرى، قلبك قسي ولا نسي اكيد عينيك فاكره، هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكره، لو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقه وانت تلاقي الحقيقه. المتابعين بيسالوا فين ملابس المفتش كرومبو. والله انا عامل فكره برنامج، تمام؟ البرنامج ده اسمه كرومبو والنبي، طبعا في لبس وفي حاجات على الواقع، برنامج حاجات على الواقع طبعا، ويعني فكره المفتش كرومبو بس على الواقع. وكمان عايزين يسمع منك حاجه الفريد لطاش. تمام ماشي. بيقول حبينا حبينا حبيناك حبينا 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 حبيناك حبينا، والله حبينا عيونك، والله حبينا عيونك، لا تعذبنا ولا نجينا. حبينا حبينا حبيناك حبينا. عايزين نسمع كده ننهي بميكس كده، تعمل لنا ميكس. تمام. عايز تسمع مين مثلا ممثلين قدام؟ مثلا محمود المليجي مثلا. ماشي. الشرف المهنه بكل اعتبار. انا لما فكرت ازعل الاخر كانوا عايزين يطلعوني وانا مرضتش، لان الارض دي زرعتها بايدي واحصدها بايدي، اقسم بالله بايدي. بس انا رفضت. توفيق الدقني بقى، رفضت ليه يا اخويا؟ تطلع ما تطلع ويايا، ده انت عايز تقابله على ارض محايد، سويسرا مثلا احلى من الشرف مفيش. يا المتابعين عايزين يسمعوا الشوال. الشوالي الشوالي. رؤوف خليف ممكن. طيبت اوقاتكم. يا عمري وشو
الجزاء وجون. ومين تاني من المعلقين؟ حافظ دراجي. با 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 ليو 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 با 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 ليو ليو كرة خطيرة ليو 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 با 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 با. إن شاء الله الفترة اللي جاية هتقدميها. إن شاء الله بإذن الله الفترة إن شاء الله. ما تنسوش برنامج يا جماعة، ما تنسوش برنامج كرومبو والنبي. طبعا الحلقات بتتزع ان شاء الله باذن الله على قناة الحدث ان شاء الله السبت والاثنين والاربعاء. هتنهي بايه بقى؟ عايزين حاجات كده بالترتيب ننهي بيه. عايز تسمع ايه؟ طيب انت ماشي، انا اخد من كل حاجة مختطف. ماشي هسمعك حاجة لجورج. لجورج؟ تمام. يا بختك يا اللي صاح الليل، مدام كان السبب واحدة ومين يقدر ينام الليل؟ هو خياله مع واحدة، وفي ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة، وناس من الحب ما بتخفاش اليوم كله ساعة واحدة. الناس عايزة تسمع منك حاجات قديمة. زي مين مثلا؟ انت ممثلين قدام؟ حمد هلال بيجيبه؟ لا والله. طب مين؟ دكتور مين يعني؟ محمد منير. ممكن نسمعه؟ تمام. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكن علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكن ممكن. هايدي بتسلم عليك وعايزة تسمع منك حاجة، هتسمعها والله العظيم كل المتابعين على دماغه والله بجد، وانا مبسوط جدا جدا والله يا استاذ مصطفى باللايف. ربنا يخليك. هيدا عايزه تسمع منك حاجه، هتسمعها ايه؟ ممثلين بقى. ماشي. يوسف عيد. هنختم بيوسف عيد. انا بقول لا، انا عايزك تختم بمختطف من كل حاجه بتقلدها. ماشي. يوسف عيد ورؤوف خليف. تمام. ماشي ماشي، هناخد مختطف من كل حاجة بتقلدها. تمام. نبدأ؟ تمام. يوسف عيد بيقول لك يا حلوة يا للعسل شايل من الشفة، شارك سلاسل دهب دمك كمان خفة، ادفع في مارك ولوف وديك جمع مالي، لو قلت اسمع بسمع من الشفة. والله ايه رايك انت مدحت يا شلبي؟ يا مساء الانوار كنت نلشال الهنا، هلا 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 يا مساء الانوار حبايب قلب. والله مختطف من كل شيء. ايوه مرتضى منصور. اواني دي انا مبسوط جدا جدا يا بي، اقسم بالله بقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا بي. الأستاذ محمد بيقول لك ازيك، عايز يسمع منك حاجة. الحمد لله. هتسمعه ايه؟ مطربين ولا فنانين؟ فنانين. ماشي. قلت يوسف وهبة. ماشي. يا للهوى انا بحبكم جدا جدا، يا للهوى حبايب قلبي، ثانية واحدة هتحزم واجيلك. يا هلا الحوت. هتختم بايه؟ اخر حاجة عبد الله مشرف. يلا بينا عشان نختم. انا والله العظيم يا استاذ مصطفى مبسوط بيكوا جدا جدا النهاردة. والله والله في الجميل. والله وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. انت طيب.